صباح الخير مشاهدينا من جديد، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية وتطورات في طرابلس وأيضا في صيدا التطورات الأمنية، إلى جانب الملف السوري وأيضا الإيراني، في صدارة صحف بيروت والتي نواكبها اليوم مباشرة على الهواء مع عضو الأمانة العامة لقوى 14 من أذار رئيس حركة التغيير المحامي الأستاذ إليم محفوظ. أستاذ محفوظ صباح الخير. صباح الخير. رح نبدأ الحلقة اليوم بكاريكاتور بعيد عن الجانب الأمني ولكن يتعلق بالسياسي لأرمان حمصي. بالنهار رسم مبنى المتحف الوطني وأمامه عاملان يدخلان يعني حرفي سين مع عبارة حقبة السين سين، فيما كان عامل ثالث يحمل الملفات اللبنانية إلى ثلاجة. بدنا أحرف جديدة كأنه صار. لا بيزبطوا عنا، يعني ليش ما بنقول مثلا سمير سعد مثلا بيزبط، ضروري يكون سعوديه سوريه. هون الموضوع هو دوله اكثر ما هو، خلينا على المحله. على المحله هيك خلينا بتشوفها هيك. ايه بتزبط، يعني عم تحكي انتخابات رئاسة جمهورية. سمير جعجع رئيس جمهوريه، سعد الحريري رئيس حكومه، شو المانع؟ شو اللي بيمنع؟ ما في شيء بيمنع باللعب الديمقراطيه، الكل يترشح وبالاخر مجلس النواب بيختار. عن اي مجلس؟ صحيح. عم نحكي صحيح مجلس النواب الحالي. لا بس عمليا كلنا بنعرف انه موضوع رئاسه الجمهوريه بلبنان مش من اليوم، من 43 لليوم. نعم. حتى بظل ما كان يسمى دوله مركزيه حقيقيه بلبنان. نعم. ولا مره ما كانت تتماهى مع دول الخارج والدول المؤثره في لبنان، وتحديدا في موضوع انتخابات رئاسه الجمهوريه. نعم. ولكن مجموعه دول بدها توافق على رئيس معين، بده يكون في اتفاق اقليمي اذا بدنا. صحيح. بس دولة. واضح الاتجاه اليوم رايح نحو يعني على قد امكانيتنا انه ما نقبل بفرض رئيس. ما بدي اقول تسوي، بس انه رئيس اول شيء له اثار في زمن الاحتلال السوري. ورئيس ما يكون له هيك لا طعم ولا لون ولا شكل، ولا ورئيس يكون تمثيلي يعني يمثل حقيقه. هلا أكيد طموحنا وأقصى طموحنا أن يكون من صلب ومن عمق قوى 14 أدار. بنحكي موضوع رئاسي، ولكن لا أختم بما أنه فتحت الموضوع. ما بده توافق مسيحي؟ الكثير من الشخصيات المسيحية مرشحة لتكون لمنصب رئاسة الجمهورية. في توافق مسيحي على شخصية معينة، وإلا حيكون في مكان آخر التوافق؟ لا يعني ما بدنا كثير نوسع بكار هذا الموضوع. وقت ما نقول رئيس الجمهورية بده توافق مسيحي، صرنا بدنا ننتقل كمان بالموضوع رئاسة الحكومة بده توافق سني. اللي حصل مؤخرا على مستوى يعني تشكيل حكومة نجيب ميقاتي ما كان في انسجام سني بهذا الموضوع، بالعكس. النتيجة شو كانت؟ النتيجة كانت انقلاب. حصل. ما عم بحكي عن تسمية الرئيس تمام سلام، عم بحكي عن الانقلاب اللي قاده حسن نصر الله وأجلس من خلاله نجيب ميقاتي على مقعد رئاسة الحكومة. ما كان في توافق سني. إذا بدي أسحب هذا الموضوع على موضوع رئاسة الجمهورية، لا، موضوع رئاسة الجمهورية وإن كان هذا الموقع يعني يجلس عليه شخص ماروني مسيحي، إنما كمان في عدة عوامل أخرى غير أنه ينتمي إلى هذه الطائفة وغير أنه بحاجة إلى توافق مسيحي مسيحي. وإلا ما رح ننتخب رئيس جمهورية، لأنه حكما وحتما ما راح يكون في توافق مسيحي مسيحي. نحن بنعرف في شريحه مسيحيه اليوم اخذ خيار بشار الاسد، وفي الشريحه الاكبر من المسيحيين اخذ خيار لبنان اولا واخيرا. فعلى اللبنانيين ان يختاروا. الشرائح من باقي الطوائف بده يكون لها راي. ايه بس انا عم بحكي مسيحيا، اليوم في انقسام مسيحي بهذا الموضوع، ولا مره بتاريخ لبنان وبتاريخ الموارنه في لبنان كان في انقسام بهذا الشكل الحاد نحو الارتماء بأحضان الخارج كما يحصل اليوم. نعم. أنه لا العقل ولا المنطق ولا التاريخ بيقول أنه المسيحيين ممكن يكونوا بأحضان بيت الأسد أو بأحضان إيران، يعني شغلة تخالف الطبيعة وتخالف مشيئة المسيحيين. لذلك بالعودة إلى هذا الموضوع، أنه لا، توافق المسيحي المسيحي مش مطلوب لإجراء الانتخابات الرئاسية، في إشياء تانية مطلوبة. نعم. رح نرجع نحكي بالموضوع الداخلي، ولكن رح أبدأ من الجانب الأمني وتحديدا بمدينة طرابلس. بعد موضوع المذكرة بحق النائب السابق علي عيد يلي ما حضر امبارح ودى موكلته، وهذا بالقانون جائز،
في الجانب الأمني موضوع اغتيال عضو جبهة العمل الإسلامي الشيخ سعد الدين غيام. البعض يقول أنه هذا استهدف الخطة الأمنية تحديدا، وأنه وين هذه الخطة، وبالتالي عمليات الاغتيال الأمن بعده مش مضبوط بمدينة طرابلس. لك قبل الكلام عن خطة أمنية ما يلي ما بنعرف شو تفاصيلها، حصل شيء ومؤشر فعلا يندى له الجبين، هو عندما تصبح أجهزة الدولة أو قادة هذه الأجهزة أو بعض الوزراء أو الحكومة بخاطبوا أشخاص فارين من وجه العدالة. يعني طلع أحدهم يتهم قوى الأمن الداخلي، وأنا هون ما بدي أحكي شعبة معلومات وغير شيء، ما فيك تجزئ شعبة المعلومات، ما أنا دكانة فتحها عماد عثمان لحاله ببيع فيها الداخلي. هي جزء لا يتجزأ من مؤسسة طويلة عريضة اسمها قوى الأمن الداخلي. بالإضافة إلى أنه مؤسسة قوى الأمن الداخلي كمان أنها فاتحة دكانة، هي تابعة عمليا وتنظيميا وعسكريا ومن كل النواحي الإدارية والتنظيمية إلى وزارة الداخلية. عندما يطل أحدهم يتهجم ويهدد ويتوعد ويشن حملة ما بدي يعني بستحق ارجع استعمل الالفاظ اللي استعملت تحليل الدم للشعب، وبيطلع احدهم يقول له او اكثر من حدا انه لا يا شاب، انه لا هيدا مش مزبوط الكلام، شو عم تسيره، تطلع بتفك له رقبته هذا الشاب اللي عم يتطاول على المؤسسات الامنيه. وهيدي مش بس مسؤوليه قوى الامن الداخلي، مسؤوليه الجيش اللبناني حتى. لانه اللي بيتعرض لقوى الامن الداخلي انا بالنسبه لي بيكون تعرض لكل مؤسسات الدوله. عم بطالب بحسم الملف جبل محسن باب التباني من الجانب الامني العسكري. انا ما عم بطلب الحسم، انا عم اقول شاب بينزل على الطريق جديده او بتبرجه بيطلع بسب المؤسسات او بسب الدوله او بسب الجيش، فورا بتحصل بتجي دوريه وهذا اللي لازم يصير، طلقته وبتحوله على القضاء. بيطلع واحد عنده زعران ومعه مسلحين بيقصف على طرابلس، شال الحركة الشمال ولبنان كلها، ايه؟ بيتباهى بانه ايه انا ببعث متفجرات على مساجد اثناء المصلين فيها، نعم، واثناء خروجهم واثناء دخولهم، وبالاضافة الى انه ما بتعجبوا اجهزة الدولة بسب الدولة وبيقول هيدي القوى الامنية ميليشيات. عم تحكي عن شخص بمثل الطائفة العلوية مدعوم من النظام السوري. لحظة خلينا نكون يعني دقيقين، من يمثل الطائفة العلوية هو هن نائبين بدر والنوس وخضر حبيب، هلا تمثيل اقل من تمثيل اخرين، صار انتخابات نيابيه وطلعوا نواب يمثلوا هيدي الطائفه، فما كتير يعني انه اذا عنده زعران وراه ومعه ناس بتزقف له وبتقوص على طرابلس مش معناتها صار يمثل. فاذا اليوم خليني اقول اللي بيمثل حقيقه النبض السوري بشارع سوريا هن داعش وجبهه النصره، مش صحيح، بيمثلون هن الثوار السوريين والشعب السوري، فمش كل واحد بيطلع بيصرخ او بيعيط او بيقوس معناتها صار عنده صفه تمثيليه. انا عم نحكي شرعيا وتشريعيا وسياسيا وقانونيا، في نواب لهيدي الطائفه هن بيمثلوا مش عجبهم بغيرون بالانتخابات الجايه، بس مش بتغيرهم على طريقه البعث وعلى طريقه بشار وحفظ الاسد انك تقصف وتدك طرابلس. بس هيدي بتردني للثمانينات وللسبعينات، طرابلس يعني اعتادوا بيت الأسد أنه يعتبروها هيك خاصرة رخوة نقدر نبل إيدنا فيها. لا طيب كان السوري متحكم بفهم أنا الدولة تكون تقاعست، طيب اليوم شو ناطرين؟ ما بتستدعوا لهيدا الشاب هو وبيه وكل من لف لفيفهم يلي متورطين ويلي يعني إذا عندهم تشكيك بفرع المعلومات لا في دليل وفي صور في دلائل. بعدين بدي لك شغلة، اللي اعتقل اللي حقق هن فرع اول شيء مخابرات الجيش سلمت لفرع المعلومات، واحد الهاربين كان خارج الحدود المديرية العامة للامن العام القت القبض عليه وسلمته. طيب نحن مش متكلين على يعني بيانات صحفيه للدين هؤلاء، نحن عم نقول في اثباتات في وثائق في صور في فيديوهات اظهرت كل هذا السيناريو اللي حصل، والا لم يكن القضاء العسكري يضع يده على هذا الملف بهذا الشكل المتقن ويجيب هالاشخاص. طيب الباقي شو؟ القضاء عمل واجباته اليوم، الباقي شو؟ الاجهزه الامنيه ما بتتحرك الا بقرار سياسي، مين اللي عم يمنع هذه الاجهزه الامنيه انها تمشي بهذا الموضوع؟ نجيب ميقات اليوم رئيس حكومه، ما بيكفي انه رئيس حكومه هو كمان من طرابلس، من المفترض فيه على الاقل اذا ما بده يعمل جلسه مجلس وزراء يعمل جلسة وزارية أمنية على الأقل يجمع فيهم الوزراء المعنيين لاتخاذ قرار لإنفاذ المذكرات القضائية.
لانه ما بيجوز تضل الامور هيك. وراح اقول لك اكثر من هيك، اذا تفلتوا بيت عيد يلي هن يعني يعتبروه من ايتام بيت الاسد من هذه الجريمه اللي حصلت، يعني انت عم تفتح الباب على مصراعيه امام عيد اخر وعيد ثالث وعيد رابع وعيد خامس انه يعملوا متفجرات، والدوله ساعتها اذن ما لها حق تروح تجيبه. نعم. لانه انت عم بتشجع، وابن عيد عم بكره بيقول لك خي جيب ابن عيد لحتى انا تجيبني لالي. عشان هيك عم نقول انه الدوله كلها اليوم باجهزتها بمؤسساتها على المحك بهذا الموضوع. المسار القضائي ما انتهى بعد، ما حضر النائب السابق علي عيد، كانت في موكلته وفقا للماده 73 انه بيقدر ما يحضر من شان يكمل الاستئناف. كمحامي بتشوف هذه القضيه لوين بتوصل؟ مذكره غيابيه ولكن من ينفذها ايضا؟ ليك بدي احكي باصول محاكمات الجزائيه. ايه؟ بدنا الناس اختلطت عليها الامور امبارح واعتمدوا على احدى مواد قانون اصول المحاكمات الجزائيه يلي بتحكي عن تقديم دفع شكلي او احد الدفوع الشكليه يلي بنص عليها القانون، بس الناس تجاهلت ونسيت انه هون في جرم مشهود، هون في جريمه تمس بامن الدوله. يعني طالما هالقد الاثباتات واضحه ودامغه، موضوع تقديم مذكره دفوع شكليه قد يراد منه استئخار البت بالموضوع، لانه هلا رحنا حكما ل 10 ل 15 يوم على الاقل. بعد 15 يوم شو بصير؟ لا مش ما في بعد 15 يوم، اذا كان في مذكره احضار وجلب بده ينجاب. مين بده يجيبه؟ يا اخي ما بعدنا عم نحكي عن الدوله ومؤسساتها. يحضر المتهم او المدعى عليه او المطلوب يعني اللي صدر بحقه مذكره جلب او احضار او مذكره توقيف غيابيه، وساعتها محاميه او محاميته او وكيله القانوني يتقدم بمذكره دفوع، بس يجب احضاره. هيدي عمليه انه بيستغيبوا وبتركوا فار من وجه، اليوم يعتبر فار من وجه العداله. ما حدا يجرب يتشاطر في حال صدور مذكره غيابيه، يعتبر فار من وجه العداله. نعم. نعم. نعم لانه خلص صدرت المذكره. نعم. والا قدم طلب بابطال هذه المذكره او بوقفها او باستردادها. القرار عند القاضي صقر. ايه بس انا اللي عم اقوله قبل كل هذا البروسيدور، كان من المفترض ان يحضر، وإذا لم يحضر من تلقاء نفسه كان يجب أن يصار إلى جلبه، وعملية جلبه بدها أجهزة أمنية تنفذها، القضاء عمل واجباته بس. وبرجع بقول لك أنا جد أكيد إنه القوى الأمنية والجيش وفرع المعلومات هن جاهزين لإنفاذ هذه التعليمات والأوامر، ولكن من يغطي هذه الأجهزة؟ نحن بنعرف إنه جهاز أمني، أي جهاز أمني أو عسكري ما بيشتغل لحاله، ما بيشتغل لحاله، مش فاتح حسابه، في قرار سياسي مركزي يجب ان يغطي هؤلاء. مش هيك عم اقول انه كان من المفترض بنجيب مئاتي اصلا من وقت ما حصلت الجريمه التفجير، عم تفجر مسجدين انت. نعم. مش عم نقول اغتلت حدا هيك على الطريق على طريق الصدفه او متفجره عاديه، مسجدين. حتى ايام الحرب الاهليه بلبنان من ال 75 لل 90 لم نشهد هذا التفنن وهذا الوقاحة بالإجرام إنك. نعم. تفجر كنائس أو تفجر مساجد. نعم. في حال رد الفعل كان جولة جديدة من العنف في مدينة طرابلس وبتضيع القضية وبتضيع الأمور. مش في حال، أكيد رح تكون هيك. وإذا لم يلقى القبض على يعني هذه العصابة، أنا أكيد أنه رح ياخدوا جرعة معنويات زيادة ورح يكملوا بالمسعى، اللي لأنه شو اللي عم بصير بين طرابلس وجبل محسن؟ هي فشة خلق سورية بأحد الجيوب يلي بيعتبروها بيت الأسد أنه هيدا جايب تابع لهم. لا يا حبيبي، جبل محسن جزء لا يتجزأ من محافظة شمال لبنان، وقادة المحاور ومنا جزء لا من حمص ولا من القمشلي ولا من الشام. بده يفهم بيت الأسد، بده يفهموا يلي تابعين بيت الأسد، ما بق فيهم بيت الأسد يحكموا لبنان من سوريا، بتحكم سوريا بسوريا، ولك هو سوريا ما عم يقدر يحكمها كلها، بده يرجع يجي لهون. بس شو بقول لك عن والوجع اللي بيحكي عنه عن زويعميين عنا بلبنان، فعلا ما بيشرفوا الحكم ولا بيشرفوا الجمهورية يلي من المفترض فيهم انهم يكونوا على قد المسؤولية، ما عم بيكونوا على قد المسؤولية. وقت السياسي او الزعيم الطامح وحقه يطمح بفوت بدوامة الترشح لمركز ما، وهلأ رح اقول لك اياها بكل صراحة. كل ماروني موجود بالحكم اليوم عم بيوشوشوله بدينته بيقولوله يا فخامة الرئيس ويضحكوا عليه، هيدي الوشوشة بدينته عم تخليه يتلكأ عن القيام بواجباته الأساسية. هيدا بده يتحمل مسؤولية تاريخية. أنا شو نفع إذا بعمل رئيس للجمهورية وما راح يكون في جمهورية؟ شو بستفيد؟ نعم. ولكن قادة المحاور بالتباني هني بموقع رد الفعل
استاذ علي عبد طالب انه ليش ما بيكون في مذكرات توقيف بحقهم عم يقتلوا؟ انا بهذا الموضوع يا خيي ما انا رح معه للاخر، وهذا الكلام مش انا قلته، كل زعامات طرابلس المدنيه والروحيه وعلى راسهم المفتي شعار قالوا انه اللي عم بخالف القانون يحمل سلاح شرفه ابواب طرابلس مشرعه للقضاء وللدوله اللبنانيه. سطروا مذكرات توقيف، وانا عم اقول بلشوا من باب التباني وطلعوا طلوع، بس احسموا امركم وبلشوا بمحل معين. نعم. عمليه الاغتيال للشيخ غيا، البعض يقول انه نتيجه الحقن بمهرجان احقاق الحق، وايضا يعني بالاخر في عمليه اغتيال لانه هو مقرب من 8 اذار. ليك طبيعي يعني وقت يصير هيك جريمه الاتهام السياسي يتجه فورا الى الاخصام. بس انا خليني اقول انه وإن شارك بعض نواب بهذا المهرجان، بس أنا بدي أقول أنه اليوم من يمثل طرابلس حقيقة هن نواب تيار المستقبل. السؤال المطروح إذا كان في ناس عم بتمثل هالقادة اللي عم يعني لاقطين الشارع بطرابلس يلي هن منهم من تيار المستقبل وعملوا مهرجان ويعملوا اللي بدهم يعملوه، بيجي أنا بقول أنه تيار المستقبل مغطى هؤلاء تماما مثل ما قالوا وقت قصة الأسير، انه مع انه احمد الاسير اكثر شخص ضر، هو ضر تيار المستقبل وضر بيت الحريري. هلا كل الاحتمالات وارده في ما خص اغتيال الامس، قد يكون اللي مشغل هذا الشخص هو اغتياله ليخلق مزيد من الفتنه في طرابلس، وهذا المسعى السوري يلي بده اياه، لانه مين باعت المتفجرات على الضاحيه ومين كان عم يبعث المتفجرات على طرابلس وعلى المناطق اللبنانيه؟ طبيعي يعني من ميشيل سماحه لبيت عيد المشغل واحد والهدف واحد. نعم. ولكن قبل ما ناخذ الاتصال مع الاستاذ سمير الجسر، السيد حسن نصر الله استنكر عمليه الاغتيال وبقول يلي قام فيها هن التكفيريين. ما هي صارت شيء معروف من يدعم التكفيريين. مين بيدعم التكفيريين؟ مين منا بيدعم التكفيريين؟ انه بدي اقول لك شغله وانا ما جاي هون كون محامي دفاع عن تيار المستقبل. نعم. تيار المستقبل بضم ارمن ومسيحيين ودروز وشيعه وسنه، تيار عابر لكل الطوائف. وضد هاي ما يسمى بعبارة التكفيريين. ليش داعش وجبهة النصرة مين خلقهم؟ ليش إجا بشار كانوا بالسجون السورية أخرجهم وقال لهم اعملوا داعش وعملوا جبهة نصرة لحتى تعملوا توازن بيننا وبين الجيش السوري الحر؟ فمسرحية التكفيريين وإلساق التهم فيها لقوى 14 أدار أو لتيار المستقبل خلص سقطت، يعني ما بقى حدا يضحك عليها. كل جريمة كان نقول إسرائيل هلأ في تكفيريين. صحيح. عشان هيك قلنا أنه شماعة. نعم. رح نتابع معك أستاذ إلي، ولكن ننتقل مباشرة عبر اتصال هاتفي مع عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر. صباح الخير معالي الوزير. أهلا صباح الخير. نتحدث عن مدينة طرابلس تحديدا، ماذا تقول عن الذي يجري في طرابلس؟ أين الخطة الأمنية؟ عملية اغتيال، التوتر، الجانب القضائي؟ فعليا الخطة الأمنية بعد لم تطبق، يعني نسمع عن خطة أمنية دائما إلى آخره وانتشار، وفعليا بعد ما في، يعني يمكن في محاولات او بدايات لكن لم ينجز منها شيء. انا ملفت الانتباه بانه دعينا الى السراي الحكومي ب 27 ايلول. نعم. على اساس انه في خطه امنيه، بعدين تبين انه والله كلف مجلس الامن المركزي. بعدين من 27 ايلول للانفجار الامني اللي صار 20 21 22 مع كل اسف ما كان في بعد لا في خطه ولا في اي شيء، بخلاف انه والله وضعت حواجز بين قضاء طرابلس والكورة وبين قضاء طرابلس وزارتها. هلا على كل نحن نتمنى انه يعني تنفذ، اذا كان هناك من خطة امنية ان تنفذ وان يسارع الى تنفيذها. الاغتيال يعرض طرابلس والخطة الامنية للسقوط كما جاء في صحيفة النهار. اغتيال عضو يعني الشيخ غيا. صحيح. اولا هذه لغة الاغتيالات لغة خطيرة، وطبعا ما بتصور انه في انسان عاقل ممكن انه يأيدها. نحن نستنكر القتل باي جهة من اي جهة كان، ولكن بنفس الوقت يعني انا الحقيقة ما بكل اسف يعني سمعت استنكارات، وهي شغلة انا مع يعني انا مثل ما قلت لك انا ارفض القتل من اي جهه كانت، ولكن يا ريت هذه الاصوات لحتى يعني تعبر عن مصداقيه اكبر، انه لو كانت استنكرت كل القتل اللي جرى على طرابلس صاروا من 2008 لليوم. اتهام التكفيريين بهذه الجريمه شو بتقول عنه؟ اللي قبله ب 21 ابيل بالقنص. نعم. ما سمعنا استنكارات، يعني شيء بحزن والله. أنا بعتقد بكون أصدق الاستنكار وأفعل لو أنه على كل جريمة توقع، على كل مشكلة، على كل محاولة
ضرب لأمن طرابلس بيكون في استنكار. تتخوفون من جولة عنف جديدة ردا على هذه العملية الاغتيال وأيضا على موضوع الجانب القضائي باستدعاء مذكرة التوقيف لعلي عيد؟ شغلة يعني جولات العنف من سنة 2008 لهلأ ما كان إنه والله بدها مين يبررها، ما بنعرف إلا انفجري، لأن الحياة هي تحرك من خارج المدينة بكل أسف. هلا اليوم لكن إنه ممكن الحول دونه، نعم ممكن الحول دونه إذا كان الأمن يحزم أمره وحقه بياخذ التدابير الكافية والناجعة، وإنه أي واحد بيخل بالأمن بيلاحقه لأي جهة أنت ما أكيد بيوقف الأمر. بس مع كل أسف ما نشوف حدا لا تحول لا على قضاء ولا على شيء، وإذا كان تحول شيء بتلاقي يعني أوقف ناس وبينتركوا من مال تاني، يعني في شيء ما 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 عم ينفهم يعني. نعم بالجانب القضائي مع علي الوزير بمذكرة يعني التوقيف والجلب أستاذ علي عيد ما حضر، وبالتالي هناك كلام أنه عن تميع الملف القضائي أيضا. لا أخي لا نحكي عن تميع ملف قضائي، طول بالك يعني يعني بنحكي عن تميع ملف قضائي وقت اللي أنه والله القضاء ما بياخد إجراءاته، الإجراء القضاء ما بيقفز، القضاء بيمشي بالتدرج، بيدعي شخص بالأول إذا كان في اشتباه حوله بيستمعه، هلا اذا كان ما اجى بيعمل له مذكره جلب او يعني ما دغري انه بيوقف، اذا كان مثلا رفض المسؤوليات مثلا بيعتبره بيعمل له بحث بلاغ وتحري لجلبه، بعدين بيفتح مثلا بياخذ ما بيقدر ينط القضاء دغري يعني. لحد هلا ما فينا نعتبر تمييز، لكن نحن المطلوب انه اي اجراء قانوني انه ما يتاخر انت بتشو ويمشي بسيره الطبيعي، وبعدين جريمة اللي ارتكبت بحق طرابلس بهذا الحجم وبأثارها النفسية والمادية بعتقد انه يعني الاستعجال فيها بيكون اكثر من ضرورة، لانه منتهى الصراحة العدالة البطيئة هي عدالة ناقصة. نعم مع الوزير بموضوع اخر وبالسياسي وبعيدا عن طرابلس، هل تتوقعون بعد زيارة رئيس الجمهورية الى المملكة العربية السعودية اي نتائج او تحريك لملف تشكيل الحكومة؟ والله يعني احنا نتمنى، بس وانا بتطور انه الزيارة بحد ذاتها يعني ممكن تكون قدمت نوع من الدعم المعنوي ودعم لقصة قوى الاعتدال بلبنان يعني. نعم. فهذه شغلة بحد ذاتها خطوة جيدة. هلا يعني مشكلة الحكومة مشكلة معقدة بأكثر من ذلك، يعني نحن ما يعني وقت بناخذ موقف ما عم ناخذه لناخذ موقف، بناخذ موقف نعتبر بانه له اثره السياسي وله تداعياته على البلد. فنحن وقت عم نجي نقول انه والله تعالوا نعمل حكومه اتحاد وطني، طب انا شو بدي يقرر اذا كان في جزء اساسي من اللي المفروض يشترك بهذه الحكومه؟ نعم. هو عم يقاتل في الخارج، شو عم له بعطيه براءه ذمه بقول له ايه انا اقرك على اللي انت فيه على يعني بالنهايه انه لا منع احدا يقطع الحدود، شو يصير نصطدم نحن ومين؟ نعم ما في اساسيات لابد منها، الاساسيات عمل لك بيان بعد هو اساسي لانه بيشمل مسائل كثيره، اولا عمليه انه عدم الدخول في محاور اقليميه، هيدي وهي بحد ذاتها يعني هي تتضمن ضمنا انه ما يكون في لا مقاتلين ولا في ناس مشاركه في القتال هنيك ولا التحالفات الاقليميه مع وضد بهالاطار هذا. نعم. عضو كتله المستقبل النائب سمير الجسر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. استاذ قبل التوقف باستراحه، شو بتقول عن نتائج زياره رئيس الجمهوريه؟ اهميتها توقيتها شو؟ لا توقيت هي كان من المتوقع ان تحصل سابقا، ويمكن في ظروف اداريه او ظروف اجلت هذه الزياره، المهم انها حصلت هذه الزياره. وحضور هلا الاهم بالمشهد اللي صار هو حضور الرئيس سعد الحريري لهذه اللقاءات. نعم. ولقاء الجانبي بين الرئيس الحريري وفخامه الرئيس. نعم. كمان هذا مؤشر بالحياه السياسيه ويؤكد مرة جديدة على دور سعد الحريري بالحياة السياسية، وأنه التغييب القسري أو الغياب القسري للرئيس الحريري للظروف الأمنية اللي كلنا بنعرفها لا يمنع بأنه يكون هو في صلب الحياة السياسية في لبنان، وإن كان تياره موجود أصلا على الساحة السياسية. البعض كان ينظر إلى وجود الرئيس الحريري من دار آخر،
يعني بعض الصحف اليوم يعني حكت في استياء عملت كانو. إشارة هلا يعني ما بدنا نتخبى وراء اصبعنا ونقول انه مستغرب امر حضور الرئيس الحريري، كلنا بنعرف العلاقة التاريخية من ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللي استمرت لليوم، وبالعكس يعني ما بعرف ليش هالقد حسوا بمغص يشافوا سعد الحريري الى جانب فخامة الرئيس وشعروا بانه حضوره للقاء، وما كان لقاء عادي، انتبه مش مجرد جلسة مع الملك، كان تقريبا اركان الدولة كلهم وزراء الداخلية والدفاع والأمن وإلى آخره كانوا موجودين، هذا مؤشر على مدى اهتمام المملكة بالوضع اللبناني. هلأ لن نط دغري على موضوع أنه هل ستبصر الحكومة النور بعد هذه الزيارة؟ مش هلا هذا السؤال المحوري رح نتابع بموضوع زيارة رئيس الجمهورية، الموضوع الحكومي، موضوع الرئاسة، ولكن بعد التوقف لاستراحة أولى ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة مع الأستاذ إلي محفوظ بموضوع زيارة رئيس الجمهورية. الكلام اليوم بصحيفة النهار أنه ما تم التطرق إلى موضوع الحكومة كملف حكومي، أنه تشكيل حكومة، ولكن كان هناك كلام كما جاء في النهار موضوع الأزمة السورية في مداخلة للملك سأل فيها عن تورط حزب الله بالقتال وشدد على موضوع إعلان بعبدة والنقي بالنفس، وكان موقف لرئيس الجمهورية أيضا في هذا الإطار مشددا على أهمية هذا الإعلان وموضوع طاولة الحوار، والملك عبد الله اهتم في هذا الأمر أنه في سعي أيضا من أجل معاودة الحوار. ليك بدي أخذ هذه النقطة لأرجع لامتناع أو اعتذار المملكة العربية السعودية عن المشاركة أو قبولها بعضوية مجلس الأمن. بدي بلش من هاي النقطة. كيف؟ لأنه المملكة أخذت موقف واضح مما يجري في سوريا. خليني أقول أنه الصدمة اللي حصلت مؤخراً حول الغنج يلي عومل فيه بشار الأسد أحرج الأمريكا الروسي أحرج المملكة العربية نتيجة موقفها المتقدمة بهذا الإطار أنه هي مع حق الشعوب في تقرير مصيرها. مشان هيك بدي أوصل لنقطة وأقول أنه لن تتدخل السعودية اليوم في الموضوع الحكومي، لأنه ما فيي أنا أسحب موضوع الحكومة أو ما يجري في لبنان على ما يجري في المنطقة. هلأ مع أنه موضوع تشكيل حكومة أصبح مش بس أمر ملح، أصبح ضرورة قصوى نظرا للملفات اللي صارت متراكمة على كاهل الدولة اللبنانية، بس كمان بذات الوقت أنا برأيي تتفهم المملكة العربية السعودية موقف 14 أدار الرافض بالجلوس مع حزب الله طالما هو ورط لبنان بالوحل السوري. ما رح تجي المملكة تقول ل 14 أدار لا اقبلوا بالتسعة تسعة ستة أو اقبلوا بأي صيغة قبل أن يقدم بعض أو شيء من التنازلات حزب الله يلي هي تنازلات طبيعية لا يرجع فيها إلى حضن الوطن، لأنه اليوم حزب الله أصبح يغرد خارج المنطق اللبناني. اليوم أيضا بالسفير تحت عنوان السعودية على تشددها لا حكومة، جاء في المعلومات أن رئيس الجمهورية لم يحصل من القيادة السعودية على إجابة واضحة وحاسمة في الشأن الحكومي، في حين بعض المعلومات أنه ما في كلام يعني لا تتدخل المملكة بتشكيل الحكومة بهذه الطريقة، يعني صح كان واضح هذا الموضوع. أنا بدي شدد على بهذه الطريقة لأنه إذا بتسمع كل مواقف، واليوم في كلام للرئيس فؤاد السنيورة حول هذا الموضوع، في سقفين وشرطين أساسيين للقبول بالاشتراك أو بمشاركة حزب الله، هو موضوع إعلان بعبدة اللي هو صار وثيقة موقعة وممهورة وهيدا عم بينادي فيه رئيس الجمهورية. اثنين، انسحاب حزب الله من الشارع السوري. بقاء كل يوم بيبقى فيه حزب الله بسوريا عم بيكبد لبنان خسائر فادحة وعم بيورط لبنان انه نحن مش مضطرين وقت اللي بيزور فخامة الرئيس اي دولة من دول العالم يسأل عن ماذا يفعل حزب الله بالداخل اللبناني. فاذا الدولة كلها بلبنان، رئاسة الجمهورية وحتى الحكومة بعيدا عن الوزراء التابعين لحزب الله، حتى تيار العوني يلي أكثر من مرة قال ميشيل عون أنه أنا ضد عمل حزب الله خارج الأراضي اللبنانية، وفي كلام لبعض نوابه أنه انسحاب الجميع من سوريا. الجميع مين يعني؟ نحن شو عندنا ناس هنيكي معروفة، الجميع يعني حزب الله. لا ما عندهم جرأة
مين يعني من الجميع؟ اذا قصدهم مين من 14 اذار؟ خي مش كل واحد راح قتل تلزقوا ب 14 اذار. تكفيريين ورهبيين. خي متكفيرين شو قولن عليها ب 14 اذار؟ انه تيار المستقبل تكفيري؟ في ربط في كلام بهذا الموضوع. خي عال يحكوا قد ما بدهم، انا بلمس على الواقع الارض شو عم بصير، انا بشوف كل يوم نعوش قتلى لحزب الله عم يجوا يدفنوهم بلبنان، نعم. هيدي شغله ما بقدر كذبها لانه اساسا هن عم ينعون كجهاديين على داخل الاراضي السوريه، مشان هيك عم اقول انه استمرار حزب الله بالوحل السوري سيبعد اكثر واكثر عمليه تشكيل الحكومه، سيؤجل هذا وفي خوف اليوم في كلام ما بعرف قديش مدى جديته انه قد لا تتشكل حكومه ولا يكون عندنا انتخابات رئاسة جمهورية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. في هذا الإطار رئيسية الجمهورية تقول عن أوساط قريبة من تيار المستقبل أن مشاركة الرئيس الحريري في هذه القمة كانت غير مفاجأة، وتقول أن الرياض أرادت عبر مشاركة الحريري التشديد على خيار الاعتدال داخل الطائفة السنية وخارجها، وللدلالة أيضا إلى رمزية الحريري وموقعه بالنسبة إلى المملكة والحرص على إبراز هذا الحضور والمعادلة اللبنانية، والهم كما جاء في اللواء ايضا انه وحده اللبنانيين والاستقرار بالداخل اللبناني. هي عم بيصوروا وكانه سعد الحريري مجرد سياسي لبناني هيك عادي. اول شيء يعني سعد الحريري هو رئيس اكبر كتله نيابيه في لبنان. اثنين هو رئيس تيار حزبي اسمه تيار المستقبل. ثلاثه هذا الرجل كان رئيس حكومه لبنان. اربعه اسمه مطروح بشكل مستمر ان يكون رئيس حكومه لبنان. طيب انه كل هاي العوامل مفروض على رئيس الجمهورية ما يستقبله بمكان اقامته ولا يكون موجود بمحضر الاجتماع. نعم. ورح روح اكتر من هيك وبدي ساير اصحاب هذه المخيلة. طيب اذا الملك عبدالله اصر انه يكون سعد الحريري موجود بالاجتماع شو بقول له فخامة الرئيس؟ بقول له لا جدول الاعمال انا بحطه. نعم. ورح اقول لك اكتر من هيك، مكان جلوس سعد الحريري كان من ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية. مش من ضمن لا كما قال. وهيدي تؤشر، وإلا لو كان الملك السعودي يعني استحضر سعد الحريري كان قاعد ومطرح ما كان قاعد الوفد السعودي. بس حتى بالشكل كان قاعد إلى جانب رئيس الجمهورية ومع الوفد المرافق لرئيس الجمهورية. هذا يؤكد بأنه رضا كامل من قبل رئيس الجمهورية وقبول ورغبة من قبل رئيس الجمهورية أن يكون حاضر الرئيس سعد الحريري. طبعا هناك انتقادات كان لزيارة رئيس الجمهورية المملكة العربية السعودية نظرا تحديدا للموقف من الثورة السورية. بعد كلام النائب محمد رعد الأخير، النائب نواف الموسوي ما سمى المملكة ولكن انتقد واتهم بإدارة التعطيل في لبنان لإبقاء لبنان ورقة بيده. ليك هول الجماعة صاروا طفيليين، يعني صاروا بينبتوا على الشذوذ بالحالة السياسية في لبنان. هؤلاء جماعة ما بقى قادرين يشوفوا قدامهم إلا الولي الفقيه وإلا خامنئي وإلا طهران وإلا سوريا الأسد. نعم. أبعد من هيك ما قادرين يشوفوا، مع أنه هني بيعرفوا وأنه إجا ضغط وإجا لوم كتير كبير عن الشذوذ اللي عم يتبعوه. قديش في من اللبنانيين تحديدا الشيعة عم يدفعوا أثمان السياسي العوجاء يلي عم بيخوضها حزب الله. أنا بدي أقول له لهذا الشاب اللي عم يحكي، قديش في شيعة، وبدي أحكي عن الشيعة ما رح أحكي عن غير الشيعة، قديش في شيعة يا شاب بيشتغلوا بإيران وبسوريا، وقديش في شيعة بيشتغلوا بالسعودية وبكل الخليج العربي. هو بيعرف تماما أنه كل حدا ممكن يطرد من عمله نتيجة انتمائه الحزبي لحزب الله، حزب الله تحديدا بيتحمل مسؤوليته. ما بقى يورطوا الناس ويورطوا لبنان ويسحبوا لقمة العيش من أفواه اللبنانيين. هن بيعرفوا تماما مش من اليوم، من عشرات السنين، من عقود من الزمن، انه منطقة الخليج العربي هي مقصد للبنانيين كلهم بكل طوايفهم بكل مذاهبهم للعمل. ونحن بنعرف انه الأموال اللي عم تجي من المغتربين او من اللي عم يشتغلوا بالخليج هي اللي بقاي الى حد ما الاقتصاد اللبناني يعني باقي على قيد الحياة. نعم. وعمل المصارف وغير المصارف. لذلك هيدا التوريط السعودية أو أي دولة خليجية بهالوسخ اللي عم يستعملوا حزب الله داخل سوريا وغير سوريا، إنه شو زعجهم إذا فخامة الرئيس زار المملكة؟ مين بده يزور؟ مين بيزور؟ بيروح بيزور الفلبين؟ مين العلاقات الطبيعية القايمة بين لبنان وبين الدول العربية؟ بيزور المملكة، بيزور الكويت، وبكرة بس تتعافى سوريا ويصير في رئيس دولة حقيقية منه دكتاتوري بيزور سوريا، وهذه شغلة كتير طبيعية. نعم.
لا حكومة من دون مقاومة. وبالكاريكاتير بالمستقبل اليوم لنبيل أبو حمد رسم السيارة أو الرئاسية الثالثة وفوق سطور مع عبارة للنائب رعد تقول على الحكومة أن تحمل وجه المقاومة. مش بس على الحكومة، تحدث عن وجه لبنان الذي ينسجم مع المقاومة. نعم، ما هيدا يعني ما عم يكذب محمد رعد، لأنه واضح وعم بينفذ دستور حزب الله اللي أطلق سنة 85، وهو تحويل لبنان إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان. وهن ما قالوا، هن ولا مرة كذبوا على فكرة بهذا الموضوع. هن عم يسعوا. اليوم صار عندك جمهورية إسلامية بسن الفيل، صار في حاولوا بأرطبة بس وقفوا بوجهم فارس سعيد، وعم بيحاولوا بكل المناطق اللبنانية، وربطوا سلسلة جبال لبنان الشرقية بالغربية، وحاولوا يعملوا مراكز للزعران بقلب الطريق الجديدة. يعني المسعى مستمر ومكمل. بس أنا بدي أقوله لمحمد رعد أنه بده يخيط بغير مسلة، لأنه وجه لبنان هو وجه حضاري، وجه الجمهورية اللبنانية، ولن يتبدل قد ما يحاول. مرقوا الأتراك ومرقوا قبلوا المماليك. وجه كمقاومة من وجه حضاري للبنان. أي مقاومة من بعد 2000؟ وين بعد في مقاومة؟ خلصت، خلص صارت مثل المعلبات اللي بنشتريهم وبنكتب بيكتبوا تحت عليهم اكسبايرد. المقاومة انتهت صلاحيتها، انتهت، خلصت. ما تبقى اليوم ميليشيا اسمها حزب الله، فاتت بتهريب المخدرات، بتفسد اللحوم، اخوات النواب فاتحين مصانع للكبتاجون بالبقاع، بيزوروا، بيهربوا اموال. هاي المقاومة اليوم يلي بدهم اياها. اذا بدهم وجه لبنان يكون فساد وافساد وهدر وتفجيرات وميليشيات، لا، بده يسمح لنا يروح يعمل جمهوريته لحاله. واذا هالقد هو يعني عشقان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بنقول له خيي الله معك، روح اقعد بإيران او اقعد عند بأحد قصور بيت الأسد، بس حل عن لبنان واللبنانيين. يا استاذ، اولادنا صاروا مشروع هجرة الى بلاد الله الواسعة. انا ما بيجوز كرمال الصورة اللي انحطت هلا بالكاريكاتير، كرمال عين حسن نصر الله لأنه هو رايد هيك يشتغل، يكون أولادنا مشروع هجرة إلى الخارج. لأمتى بدنا نضل حاملين هاي الكذبة وهي البدعة اللي اسمها مقاومة؟ من يدعم هذا التوجه أكثر من يلي بيعرضوه بلبنان؟ والله ليك، بدي أقول لك شغلة، هن حاولوا يعملوا أكثر من سيناريو بأكثر من منطقة، ورح أنا ما بدي أحكي عن غير مناطق، بدي أحكي عن ضاحية تحديدا. جربوا يعملوا هاي الأكذوبة اللي سموها أنه حماية الضاحية بأدواتهم الخاصة. عاد في خطة أمنية من الدولة. لا لا، شو بدي بالخطة الأمنية؟ هيدي مسحة، بس بدي أحكي عن هن اللي عملوه. طيب، الغضب اللي عارم اللي حصل، حصل من أهل الضاحية مش منا نحن. الناس اللي كانت عم بتفوت وتطلع من الضاحية دخول وخروج، عم بتمضي كانت ساعات، فشلت. وقت اللي فشلوا قالوا أمان ورفعوا إيديهم ورفعوا العشرة، طلبوا من الدولة. هلا صحيح نسقوا معها، حطوا أسامي مين بده يكون ومين ما بيكون وإلى آخره، بس ولكن وصلوا لمحل خلص شافوا أنه حالهم عم يخنقوا أهلهم وبيئتهم، لذلك انكفأوا عن القيام بهذا الموضوع. ما بيصح إلا الصحيح. ما حدا بيقدر يعمل دولة ضمن الدولة ويستمر. جربوا بسبعة أيار، شو عملوا؟ نزلوا، كسروا، قتلوا، وبعدين ما فيهم يستمروا بهذا هذا الموقف. المنحة بتشوفوا بإطار الكلام السياسي أم أنه عن جد هناك كلام بالبحث عن كيان لبنان؟ في بحث لا، ما هن جماعة صاروا عم بيقولوا لك انه خي نحن بالعدد صرنا كتار، نحن بالقوة كتير قوية، ونحن مع اسرائيل ربحنا بحسب ما هن بيقولوا. وانا يمكن التاريخ قد يعني يأتي يوم ويكتب التاريخ انه شيء خيب، شيء مش طبيعي، انه تابع كل العملاء اللي عم ينلقطوا مع اسرائيل هن من بيئتهم، في شيء مش منه طبيعي. طيب هيك صدفة انه ما يطلع حدا لا من القوات ولا من تيار المستقبل ولا من حدا من 14 أدار ويطلع بس من عندهم عملاء لإسرائيل؟ في شيء كمان يدعو إلى الاستغراب. خلص دوركم قبل هلا. عظيم. أكثر من هيك، طيب التفجيرات من ميشيل سماحة لبيت عيد، طيب ما كمان في شيء يدعو إلى التساؤل أنه خيي رح تضلكم تقتلوا؟ امبارح عاملين كاريكاتير على التلفزيون لشخصية حسن نصر الله، نزلوا كسروا الطرقات وسكروا الطرقات وحرقوا دوليب. طالما رئيسكم عم يشتغل السياسي بده يقبل الانتقاد، وما فيكم تسكروا طرقات، ومشكلتكم مش مع الناس. بس انتبه، ليش نقوا سن الفيل تحديدا؟ وليش بنقوا جديدة أوقات تحديدا؟ في محل عم بيقولوا انه نحن مش بس نتشاطر على اهالي بيروت، نحن بكل مناطق لبنان، وحاولوا يعملوها بأرطبة. يعني هيك شوي فرك لهم دينتهم فارس. ما حدا سهل، ما حدا وافق، قيل ما حدا وافق، بس ما هني عم يستفزوا الناس. نعم، ونحن ضابطين يعني جماهيرنا وناسنا إلى أجل غير مسمى، لأنه معتبرين أنه نحن الدولة هي اللي بتقوم بواجباتها. وحسناً فعلت بكل الأحوال، نزلت الأجهزة ومنعت
هذه المظاهر الاستفزازية بالشارع. إذا بدنا نقول من دون مقاومة سيبقى البلد معطلا، شو بنحكي عن الرئاسة؟ واصلين صح، صرنا ضمن حلقة مربوطة، سلسلة مربوطة ببعضها. يعني أنت وقت اللي ما قدرت تعمل انتخابات نيابية ومددت للمجلس وسميت رئيس حكومة مكلف وما قدرت شكلت حكومة، ويمكن يستمر الوضع إلى الوصول حتى انتخابات الرئاسة. طيب إذا ما قدرت تعمل كل هول، كيفك تعمل انتخابات رئاسية؟ هلأ نحن لازم نكون بجو أنه الانتخابات حاصلة ونبلش نحضر حالنا، وعلى 14 أدار أن تحسم خياراتها وتسمي تقول أنا فلان مرشحي، وما نستحب الترشيح. وأنا عم بدعي كل الموارنة ب 14 أدار اللي عندهم مشروع يبلشوا يطلوا على الناس، يعملوا لقاءات ومهرجانات ويقولوا هيدا برنامج الانتخابي، وخلينا نحن من بين هالبرامج اللي رح تطرح نختار اسم لنتوحد حوله ونتكوكب حوله ونطل فيه على لبنانيين ونقول هيدا مرشح لبنان أو مرشح 14 أدار لرئاسة الجمهورية. ما بدنا نستحب هذا، ليش بدنا نخجل؟ هلأ إذا وصلنا لهذا الاستحقاق ولم تحصل الانتخابات، ساعتها هون في كلام آخر. وأنا ما بخفيك كلام آخر، موضوع التمديد لرئيس الجمهورية. أنا ما بخفيك، أنا سبت الماضي كنت شرفت بزيارة فخامة الرئيس، وهذا الموضوع فعلا، وقال لي فخامة الرئيس مش بس أنا طرحته، كتار عم يطرحوه على رئيس الجمهورية أنه يبقى أو لا يبقى. أول شيء أنا بدي أجزم بهذا الموضوع أنه مع انتهاء الولاية الدستورية يترك رئيس الجمهورية باللحظة ينتقل إلى منزله. طب عال بس وين منروح؟ إذا كان في رغبة باستمرار ميشيل سليمان بهذا الموقع وحمل مشعل الأمانة، في شغل بده يصير على مستوى مجلس النواب، وهذا الشغل لن يكون تمديد. وأنا عم بقلك أنه فخامة الرئيس لن يقبل بتمديد عادي بالشكل والإخراج اللي حصل مع إيميل لحود وليس الهراوي. من المفترض أن يصار إلى تعديل أحد المواد الدستورية بتمكن أن يكون رئيس الجمهورية لولاية تانية وليس تمديد. يعني هلأ إذا ما صارت هيدي وراح فخامة الرئيس بعد انتهاء الولاية إلى منزله، نحن صرنا أمام فعلا إمساك كلي من قبل حزب الله للجمهورية اللبنانية. لأنه اليوم اللي عامل خليني أقول توازن بهذا الموضوع وعامل وقف سد منيع بهذه المشاريع هو استمرار فخامة الرئيس بهذا الموضوع. وباختصار بتشوف إذا بينجح الرئيس بشار الأسد بسوريا بأيار كمان 2014؟ خي هلا هيدي مسرحية 99.99% بنعرفها من أيام مسرحية وماشي، شو بدك تقول؟ بيمشي شو حاكم سوريا كلها هو الزلمة. طيب حاكم المناطق اللي بيقدر يحكم فيها. بس خليني أقول بهذا الموضوع إنه موضوع الرئاسة لا سمح الله إذا لم تحصل الانتخابات ولم يصار إلى انتخاب رئيس أو إجراء تسوية قانونية دستورية لإبقاء ميشيل سليمان بهذا الموقع، فعلا حزب الله وهذا اللي بده إياه سيقبض على السلطة في لبنان بفكي كماشة، وهنيك الكارثة الكبيرة. يعني اللي عم نشوفه اليوم من فلتين أمنة بده يكون سيناريو أكبر وأبشع بكتير بالمستقبل من بعد موعد انتهاء صلاحي انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. نعم رح نتابع معك أستاذ إيليا القسم الأخير من كلام بيروت بعد هذه الاستراحة، ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم إلى القسم الأخير من كلام بيروت. أستاذ إيليا قبل ما نحكي بموضوع يعني جنيف والملف النووي، بالجانب الداخلي التقارب العوني المستقبل قوات كتائب، هذا الحوار الداخلي إلى أي مدى يفيد على الصعيد الإيجابي على صعيد الحوار الداخلي اللبناني؟ تأييد 100%، تأييد مطلق. مبارك كل ما يقعدوا اثنين لبنانيين مع بعضهم، هذا موضوع مفروغ منه، بس لحتى ما يصير في لغط عند اللبنانيين، التيار العوني هو اللي طلب هذه اللقاءات مش حدا تاني. واضح انه النواب العونيين ما اخذوا معهم كتاب الابراء المستحيل وقت اللي اجتمعوا مع تيار المستقبل، ما بعرف ليش، مع انه طنطنوا فيه وزمروا فيه. وكتاب ايضا الثاني ما كان موجود يعني. ايه لانه اذا بدنا نحكي مزبوط بالتفاهم نوض على الخلافات. بس انا بدي اقول لك شغله، انه كتاب اللي انعمل من قبل الرئيس سنيور او من قبل تيار المستقبل انعمل رده فعل على هذا الكتاب، انه انتم عم تقولوا هيك رح نحن نفرجيكم. بس اللي فتح المعركه هو كتاب الإبراء المستحيل، بس هيدا هيك على هامش. هذا ومع مباركة هذه اللقاءات طبعا. وأخشى ما أخشاه أنه تكون هذه اللقاءات هو استمزاج أراء ليشوفوا رئاسية حكما وحتما، لأنه لا يزال هذا الموضوع يقض مضجع
النائب ميشيل عون وراح يضل هاجس عنده. مش غلط الاستمزاج الأرض. لا اكيد بس هن بدهم يخيطوا بغير مسلي لانه حكما وحتما مش يعني مش 14 اذار مش مرشحه ميشيل عون. نعم، هل فعلا يعني انتهت موضوع المفاوضات حول الملف النووي الايراني وتم ما تم اتفاق؟ هناك فشل على مين الحق كما تقول روسيا مش الايرانيين، الحق على الفرنسوية، ولكن تداعيات هذا الامر عدم التوصل الى اتفاق ماذا يعني؟ ليك خليني اقول انه ايران وقت اللي اصلا انتخبت رئيس معتدل اللي هو روحاني وابعدت رئيس متشدد اللي هو احمد نجاد كان واضح من البدايات انه هي بمأزق. العقوبات بلشت تؤتي ثمارها ونتائجها هلا، يعني ايران بلشت تشعر فعلا بانه هذه العقوبات بلشت تعمل ضغط على كاهلها، لانه انت وقت لا فيك تصدر نفط ولا فيك تبادل النفط باشياء ثانيه، وان كان في بعض الدول عم تتعاطى معها بس مش عم نحكي عن دول الكبيره الغربيه. لا شك اراد الايراني واللي صار لحديت هلا، انتبه ما في شيء عملي على الارض، كان مجرد تبادل هيك ابتسامات بين الفريقين، والغرب كان من باب يعني مستعد لهذا لفتح هذه القنوات. وشفنا انه في بعض الدول بلشت ترجع تعيد القنصليات المشتركه بينها وبين بريطانيا ايران. نعم، بس ملف على هذا المستوى ما بينحل بشهر وبشهرين، أنا برأيي سيأخذ سنوات طويلة للوصول إلى نتيجة في حال كانت النوايا حقيقية بإيجاد حل لهذا الملف. ونتنياهو لعب دور في هذا الإطار بمنع هذا الاتفاق. هلأ تقول المعلومة إذا هالقد إسرائيل قادرة توقف يعني حائل بين إيران وبين كل دول الغرب، فإذا يعني إسرائيل يعني تقدر هالقد تضغط، فإذا هي يعني إلى دور بهذا الموضوع وقدرة تتحكم هالقد. ما بعرف، أنا بشكك أنه تكون إسرائيل بس هي السبب الوحيد اللي فشل هذه المفاوضات. عدم الاتفاق يؤثر على موضوع جنيف 2 حتى رغم تشكيل ائتلاف الوطني حكومة والموافقة ولكن بشروط، أيضا الكل في إطار صفقة واحدة. لا واضح جنيف 2 كان اللي مستأخره شوي صغيرة هو إصرار الرأي العام الدولي بإشراك المعارضة السورية. المعارضة السورية تحديدا امبارح شكلت حكومه بالمنفى، هذا مؤشر جيد حول وحدويتها، لكن اللي طعن الثوره السوريه او اللي اخر مسارها هو هول الخريجين الحبوس اللي فلتهم بشار، داعش وجبهه نصره والى اخره، واللي فاتوا عملوا بارازيت، والا كانت الثوره والائتلاف والجيش السوري الحر كان يتقدم شيئا فشيئا. نعم. لذلك عم اقول لا، جنيف 2 سيحصل، هلا قد يتاخر بعض الشيء بس سيحصل. نعم. عضو الأمان العام لقوى 14 أذار ورئيس حركة التغيير المحامي الأستاذ إلي محفوظ، شكرا جزيلا لوجودك معنا وأهلا بك بأي وقت بكلام بيروت، وشكرا أيضا لكل المشاهدين يلي تابعونا. إلى اللقاء.